في ناس انردمت بيوتها وقاعده هنا غصب، يعني في ناس معدومه خالص من الرجعه على بيوتها، يعني حتى حرام. يعني بالنسبه اني منطقه الميادين بيتي معدوم خالص، ما اقدر ارجع عليه، وبدي شيء يتقدمون لها الاطفال. اهم شيء يعني اطفال اليوم هاي حرام، اذا تنحر البرد يقتلها، الحر يقتلها، يعني بالخص البرد. قول الصيف اي شيء الواحد يدبر نفسه، اما البرد جزامة الشتوية لحد الآن ما قدموا ليها، يعني الطبية خالص معدومة، الطبية ما في شيء إلها خالص، يعني يقدمون أي مرض إن كان علبة هالشراب، يا التهاب يا بطن للبطن بس. بي عالم تريد تشتغل، وين وين وينها؟ وين تروح بحالها؟ هسه على علي دين مليون، والعلي هسه انا بالذات علي دين مليون ونص، قاعد اشتغل هنا دابع على اليوميه 2000 ليره بس مشان عيالي، والديانة رايحه جايه. يعني احنا جينا من غادي في سبيل نعيش هنا بهالمكان هذا، ولكن نفس السؤال. معونه ثمن علب زيت ما توفي بالشهر، ما توفي بالشهر. ثاني شغله هالمعونه جاد يسلمونا اياها، احنا نريد شيء خضار، نريد شيء طبخ ناكله، ما نريد شيء نواشف. عدد النازحين في هذا المخيم، مخيم العريشة، تقريبا بحدود شي 17,000 نازح ما يقدروا يرجعوا لبلادهم، لأنه يعني الأكثرية منهم بلا بيوت، بيوتهم مدمرة. والقسم الثاني كمان الوضع المعيشي سيء للغاية، بالإضافة للوضع الأمني متدهور في ريف دير الزور الشرقي وفي المنطقة بشكل عام. تعرف شو حل بينا نحن في سوريا؟